نبيك انت نبيك انت تعال 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 خليه يقطع نبيك انت تعال تعال ابو احمد ابو احمد اكيد انك انسالت السؤال هذا اليومين هذه كثير كويس اللي هو خلنا ناخذ تصرغت نكمل السؤال اهلين رغد هلا اهلا وسهلا يا رغد اقول لك تقبون على البث وتحافظوا على صلاتكم ابشر يا رغد بنحافظ على الصلاه وما راح نغيب على البث وش حابه توجهين رساله في اليوم 94 المتسابقين يبدو الرغد ما توقعت السؤال رغد ها ايش حابه توجهي رساله للمتسابقين غير الصلاه وحضور البث اقول خليكم على البث ونحافظ والله مشكور عليك ما بدعتوا ان شاء الله حابه تضيفين شيء ثاني رغد وش حابه تقولين شيء ثاني لا ما عدني الله يسعدك يا رغد معك 50 نقطة تبين تعطينا مناحي ولا وازع؟ وازع حلو يستاهل العافية يعطيك العافية اوكي ذبحني البصل يا رغد شكرا لك يا رغد دمع عيني يعطيك العافية اسف يا رغد ابو احمد اكيد انكسلت اليومين هذه اولا انا اهنيك على الفقرة اللي صارت البارح فقرة اذا سألوا محمد المسردي فانا اقول انها افضل فقرة صارت طوال 94 يوم الله يطول بعمرك فكرة مختلفة فاجأت الجميع خل بعيدا عن الجمهور اللي تفاجأ لاني انا شفت تغريداتهم لاني انا امس مستاذن شفت تغريداتهم كل الكل يثني عليك فقره كانت مختلفه مع مدير تطوير البرامج اخونا الغالي الاستاذ عبد الرحمن الكليب عرفنا جانب ثاني للاستاذ عبد الرحمن الكليب عرفنا بعض الامور اللي كنا نبي نعرفها تألقت تميزت فأنا أهنيك على هذه الفكرة الله يطول بعمرك طلعت مقدم ناجح بكل المقاييس الله يجزاك خير طول عمرك أبو شبيب وما حنا إلا نتعلم من بعض ومكملين البعض وأنت عارف والجمهور ممكن أنا تكلمت عن هذا الجانب أكثر من مرة بالنسبة لمحمد شبيب ممكن لو ما تشوفونه بشكل مستمر مع لوكيشنات لكن عادة لتحضير الفقرات عادة نكون يعني نشترك بأدوار أنها نضيف فكرة وننقح فكرة ويعني مثلا ونضيف ونلغي وتكون بطريقة معينة بالنسبة لمحمد شبيب أنا أعتبره يعني شويري في هذا البرنامج هلا يا حبيب أخوك يا أبو أحمد والله العظيم نهنيك على الفكرة هذه وشهادتك وسام على صدري وإن شاء الله أني أنا وأنت والنسخة قدمت بما يرضي الله سبحانه ويرضي الجمهور اللهم أمين أبو أحمد 94 يوم 94 يوم أنا للأمانة ماني متصور أحس أنه فيه يعني صارت عندي فجوة بالذاكرة ما بين أول يوم واليوم 94 بالنص يعني كمية أحداث كمية فرح كمية حزن لكن إن شاء الله ممكن أنه اللي خلى الفرح موجود والحزن بدأ يتلاشى انه بدوا اخويانا اللي حزننا عليهم انهم يرجعون اي أيوة والله وعقبال ما نستكمل بقيه الشباب اللي طلعوا وننتظر عودتهم ان شاء الله فممكن هذا الاشياء هي اللي يعني خفت علينا من وطأ حزننا عليهم في الايام الماضيه وخلال 94 يوم هذه لعله عسى انه قدمنا ما يرضى الله سبحانه وتعالى ثم يرضى الجمهور باذن الله امس ايش قلت ابيات هنا ماليان انا ما كنت موجود هذه كانت لها قصة مختلفة حنا أنا كنت في يوم ثلاثة كنت واقف هنا وكان معي سلطان دويحس وعلي الشمراني وكان مجموعة من الشباب فكنت يعني مثل اللي قاعد أحاول أني أصبر نفسي وأصبر الشباب ممكن الشباب فهموا أني أصبرهم بكثر ما أنا قاعد أصبر نفسي أنه أنا بيوم ثلاثة كيف راح أقضي ثلاثة شهور أنا ثلاثة أيام وأنا بدأت الضيقة تراودني فكيف أصبر ثلاثة شهور باقي فبدعت موال كان هنا وكنت عشان نصبر الشباب وحطيت ببالي انه ان شاء الله في يوم 93 في حال استمراري بالبرنامج اني راح اقوله والله لك الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى علي وكذلك بمنه وكرمه اني بعد ما كنت ضمن الشباب اللي يعني وصلوا الى النهائيات وفيت ان شاء الله بما يعني وعدت نفسي فيه وعديته كذلك مره ثانيه يعني في يوم ثلاثة في يوم 93 وكان الموال يعبر عن هذا الأمر سمعنا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا
لأهب الهوى ميلي شوياه يا غصون الراكب بعد روحت ثلاث أيام راحت روح ثلث شهور ليالينا بدت تمشي وتسحب نفسها بالدور وترى الرابح واللي يصال بصوته للجمهور ليهب الهوى ميلي شوياه يا غصون الراك. سلام سلام سلمت ابو احمد دائما الله يطول عمرك مبدع ابو احمد دائما شهادتي فيك مجروح الله يعزك والله العظيم يرحم والديك ابو شبيب يا حبيبي نشوف الرجال ايش سوى الرجال الظاهر ما سوى شيء انا في عندي طريقه اللي هي انا تعطي فرصه واز يعني فرصه كبيره انه يغرد ويوزع يا رجال بس روح يا رجال قطع بصل بس معنا اتصال ولد وينه عايش